نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس السيسي هنأ هاتفيا رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. الاتصال تناول تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. بالأمس كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. أخبار كتير حصلت امبارح. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي برئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة. تناول الاتصال تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على جهود مصر لإنهاء النزاع في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ثمن الدور المصري وأكد حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وتجاوز الأزمات الحالية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. خلال الاتصال تم تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعرض الرئيس جهود مصر لوقف التصعيد في المنطقة وتجنب مواجهة إقليمية جديدة، وشدد على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين. من جهته أثنى ماكرون على جهود مصر الدؤوبة منذ بداية الأزمة، واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق المشترك لضمان استقرار المنطقة ومنع توسع الصراع، كما أكدوا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية لقطاع غزة وضمان عدم تأثرها بالتطورات الإقليمية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ماكرون أعرب عن تقديره للجهود المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد على أهمية التعاون المستمر بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة. أعلنت رئاسة الجمهورية عن صدور بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر، جاء فيه: لقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذلك المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين. وقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة، حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، ويستند هذا الاتفاق للمبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735. رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة لسفير إريتريا بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس إسياس أفورقي تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما ثمنه الرئيس. وأكد أيضاً حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهم المشتركة، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية اللي بتستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها. وفي هذا السياق تناول اللقاء أيضاً الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات على النحو اللي بيدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. وبيأتي اللقاء في إطار اللقاءات الميدانية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام اللي بتوكل إليها بكفاءة واقتدار. كمان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وده للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط. وبتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، وأيضا استغلال البنية التحتية والتسهيلات
الخاصة بالموانئ والساعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية مشروع للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وده للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها في إدارة الأزمات والكوارث. وفي سياق متصل، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرضين لمنتجات ذوي الهمم بفندق 6 أكتوبر بحلمية الزيتون وفندق ضباط القوات المسلحة برأس البر بهدف عرض منتجاتهم اللي حظيت بإقبال كبير من الزوار، كما تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة والمزارات والمتاحف العسكرية لرفع الوعي لدى الشباب وإظهار دور الدولة في مجال التنمية المستدامة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر أيضاً على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار جهود القوات المسلحة لدعم المجتمع المدني وبناءً على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة باستمرار توفير سبل الرعاية والتيسير عليهم من خلال تسهيل الخدمات التجنيدية المختلفة. وقامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة بتسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظة بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم.